إضراب كان على أول حق من حقوق الأعوان والنقابين خاصة، وهو الحق النقابي اللي هو مضروب، ودايور معناتها الكوميونيكاسيون مع التعيينات الموجودة توا مضروبة كومبليتمون. من اللي جات التعيينات هذه المدير اللي موجود توا عنده عام ولا عام ونصف توا، ما نجموش نعملوا معاه كوميونيكاسيون بالكل، كوسوسوا معناتها سور دو فولي، الفولي الاجتماعي جميع الحقوق وجميع الاتفاقيات اللي مسحها مع الاتفاق العام مع الاتحاد العام التونسي للشغل والوزارة ما تطبقش في المركز بتاعنا. ما نجموش نحكيه ولا مع الوزير ولا مع السلطة الإشراف اللي معينته. طلبنا الغادي الترقيات اللي نورمالمون تعدى اوتوماتيك، احنا تو من 2011 تو ما ثماش ترقيات، هذه معناتها بعض المطالب المادية واللي ماهيش المهم، لكن المهم هو طريقة التسيير. يجيبوا لنا عباد اللي هما معناتها ينجم يكون بروفيسور باهي، ينجم يكون باحث باهي لبرا في الفاك، مي التسيير وفن. سلطة الإشراف قاعدة تحضر في أنظمة أساسية اللي ما تنطبقش على خصوصية المعهد متاعنا، احنا نقوم بتحاليل إسداء خدمات للشركات والوزارات، هما يحبوا يعموا نظام أساسي اللي ما ينطبقش على خصوصيتنا احنا، وبالعكس للمعهد النووي هو يقوم ببحوث يحبوا يعملوا لهم إسداء خدمات. دونك هذا كل نلقاوه يصب في مصالح شخصيه للمستشارين اللي في الوزاره. ما زلنا ناويين على التصعيد وما زلنا مكملين، خاطر مصلحه المعهد هذه بين يدينا احنا، ما نجموش نخليهم هما يقروا ضد مصلحه المعهد.